عجليتا يا اخوان مفيش نو عجليتا دول بنقام على السجية النصيحة في لسانه بالنية عجليتا 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 الحقيقة سمحة إلا إن عجليتا مرة عجليتا 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 عامل فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني عجليتا 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 يا أخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عجليتا يا عجليتا 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 في داعي بس يا خالتي عجليتا يحرج صاحبتي ما لك حق يا عجليتا يا ولدي يا ولدي ما لك شغل بالناس كيف يا أمي ما عندي شغلة بالناس؟ أنا والله جني وجن الكذب أي زول بيكذب قدامي طوالي بفضحه ضرب لها واحد هنا في بيتنا قالت ليش قلت له أنت حبي الأول والآخر ليه تكذب عليه؟ بعد شوية ضرب لها واحد اسمه مجدي قلت له أنت بالمناسبة أكسجين حياتي لكن أقول لك إنه ليه؟ لكن تقوم تقلع الموبايل من يدها وتقول له هي كذابة هاي ما كذابة لا انغزه انت بتعرف مجدي ده؟ ما بعرفه لا لكن انا بعرف الصدق ازيك يا نهلة؟ والله مشتاقة وين انت مختفية؟ والله بالاكثر يا منويا طبعا الايامات دي اخوي جه من الخليج كنت قاعدة معاه والله؟ كذابة خليج وين؟ اخوك كان في الخليج؟ كنت معاه؟ انا كذابة كذب انت مالك؟ ما كنت مع امي؟ وحتى بالامارة قلت لها منى دي شحاده وعينها قويه انا ايوه شكرا يا نهلة انت ذاتك ولا مش ما كنت مع امي وقلت لها نهلة دي لديحه وبتشيل حاجات الناس وما بترجعها وما عندها امانه انا دي هاي انت دي شنو يا اخي مالك يا عجليتا كرهت الناس يا اخي انت مالك يا اخي مالك في شنو يا جلال يا اخي انا ما عندي معهم شغله يا اخي بس ما يتضبوا يا اخي انا جنو جن الكذب انت مالك ومالهم يا اخي مالك ومالهم انت يا عجليتا يا اخي نازل في الحله كلهم كرهانين لك يا اخي زعلتهم كلهم بعدين تعال هنا انت منو يا اخي انت عايز اصلح الكون ده يا اخي لا لا انا ما عندي شغله بالكون انا ليبل قدامي السلام عليكم وعليكم السلام يا جلال اخبارك يا ان شاء الله تمام ازيك وصحتك ان شاء الله مرحبا بك يا اخي مرحبا بك يا زاهر الله يبارك فيك جيت اسدد الدين اللي هنا يا اخي مستعجل مالك يا اخي لا ما في مشكله الله يخليك تسلم والله سلام يا اخي والله يا زاهر شفتها انت كوم ونحل لي الكوم منو كوم منو لا ها يا جلال ها امس انت ما قلت لي الزول ده الاسم زاهر ده قطعني قلت انت مالك انت مالك انت ما كان اكذب يعني اكذب امبارح ساعه شال منك قلت لي شال مني سكر وشال مني عيش ما قلت لي بتطعني انت مالك يا عقلت ما في حاجه عقلت في الساكت يا اخي في الساكت والله معليش انا اذنك ها زاهر اوكي زاهر لا 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 الحمد لله يا رب والله شوف حلتنا دي اول حاجه مويتها ويا زول بتسوي بوم كده قديش كان فتحته في القد الكهرباء 24 ساعة يا الحبيب والله الحمد لله أمور مظابطة شفت لا لا القطعة دي بمية ألف مية لا 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 يا طارق 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 اول حاجه انا هنا شفتها مويتنا دي يوم بعد يوم بالبراميل ما بتجي كل يوم بعدين الكهرباء بتقطع يومين بتجي اليوم الثالث كيف يا خلينا ندي النزول النصيحه ما يغشك هاي لا هاي من ذا يا زول هاي والله انا اصع من انصع زول ايوه
يا طارق. لا لا يا اخي ده شكله مجنون يا اخي. مجنون شنو؟ والله انا انصح زول في الحله دي، اوعك تسمع كلامه. اول حاجه المويه عندنا بتقطع طوالي، والكهرباء ما مستغره. ايوه والله الحركه تمنع، مكيفه بتقدر تشغله، وبعدين القطعه رخيصه. والله الناصيه ما تفوت لها 60,000، الناصيه زي ما تفوت لها 50-60. ما تسمع كلامه يا كذاب. يا اخوان في شنو؟ دول بنقام على السجية، النصيحة في لسانه بالنية. الحقيقة سمحة إلا إن عجليتا مرة. عم فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني. يا اخوان دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي، لو ما عاجبكم خلوني. عجليتا يا عجليتا 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 عجليتا.